لقاء 50-50 اعتقد، يعني مفهوش كلام كتير قوي عن انه حد كفته ارجح من حد. متفق معاك تماما يعني، وهما يعني فرقتين من نوعا ما نقدر نقول مفاجآت البطولة طبعا، يعني ان هما في المرحلة دي طبعا. فرقتين كويسين قوي يعني، انا جماعيا فرقتين هايلين جدا بصراحة، والاثنين مدربين اثنين كوتشين كويسين صح. قوي يعني تشيفتشينكو عامل شغل حلو قوي مع قوي والله قوي. كان حظه وحش، انا حاسس ان هو طبعا مجموعته قلة الخبرة جدا يعني، خلي بالك ما عندوش عناصر تقريبا خالص. يعني انت لو الناس من بره حتى كده، حتى متابعين السوشيال ميديا يقول لك ده زينشينكو هو النجم بتاع الفرقة فاهم يعني. فهو طبعا معاه مجموعة هو اللي بنيها، وانت لو شفت حتى لما كانوا اخر ماتش قدام اخر ماتش خالص في المجموعات ولما ما عرفوش يكسبوا، حسوا خلاص ان هو ايه يعني مستنيين بقى التوالت، الجماهير كلها بتشجع الفريق وبازرق يعني، انت عرضت عليك احنا جداً راضيين جدا باللي احنا قدمناه. ده فارق مع فرق برضو يا عماره، فكره ان انت الضغط القليل ده مخلي فرق فايقه جدا جدا، والضغط الكتير ده يعني فرنسا مضغوطين من كتر التوقعات خرجوا بالظبط يعني. يعني سويسرا عمرها ما كانت هتعمل كده خالص الا لو ما كانتش لعبت على ده صح. يعني لعبت صح. على ان فرنسا على العالم النفسي ده، انتوا كده كده مضغوطين ومتوترين ومتبهدلين، طب انا بقى عايز. وفرنسا عايز اقول لك كسبت نفسها مرتين في الماتش، ودي مشكله مدرب ومشكله لعيبه صح. الايجو بتاع اللعيبه انت بتتكلم في يعني اي لعيب فيهم بميزانيه المنتخب صح. يعني انت صح. فاهم صح. فان انا نازل الماتش كسبان لما اتاخرت 1-0 في النتيجه وعدلت النتيجه تاني جبت 2-1 برضه حسيت ان انا كسبان صح. فدي بتفرق جدا يعني. المنتخب زي السويد منتخب لا يعني، انا بالنسبه لي منتخب السويد لا اكتر من اوكرانيا كمان، لان منتخب السويد نوعا ما يعني كله كان عايز مستني زلاتان يجي وهو اللي هيبقى الاضافه. بعد كده ما حدش ادى للسويد اي حجم خالص بعد غيابه، والناس فعلا نسيت خالص انه في السويد يعني. وحتى ماتش اسبانيا لما اسبانيا والسويد الناس كلها قالت ايه لا ده اسبانيا هي اللي ضيعت كتير، هي اللي وحشه، ولكن السويد لا فرقه كويسه، عمل كره حلوه قوي صح. وماتش بولندا اثبت ان دي فرقه عندهم والله عناصر مجتهده، مش عايز اقول ان هم نجوم يعني بالظبط، في الاخر عندهم عناصر كويسه يعني. فولسبرج عمل ماتش في ماتش بولندا هايل جدا جدا، لعيب هايل بصراحه. فلا يعني هو طبعا بالنسبه لهم اللي موجود في الدور اللي جاي بعد كده ده انجاز بالنسبه طبعًا. للمنتخب صراحه طبعًا. فبس هيبقى ماتش حلو، ماتش تكتيكي حلو جدا، 50-50 زي ما انت بتقول جداً. المنتخبين مش باكين على اي حاجه، بالعكس بيلعبوا للشهره زي ما بيقولوا. المفروض برضه هيبقى ماتش حلو، بان انا وانت مش فارق لنا قوي يعني، واللي يخسر فينا مش هيبقى متضايق يعني، او مش هيبقى متضايق بس قصدي عادي يعني، في الاخر لو انا وانت اللي هيكسب فينا هيتبسط قوي قوي قوي، فهنلعب جيم حلو يعني. هو بالظبط يعني، وانا انا بتوقع السويد شويه للخبره مش اكتر ولا اقل يعني. وممكن الماتش نوعا ما يبقى متحفظ سنه، لان المنتخبين عارفين بقى خلاص انت بتلعب في الدور ده، محتاجين ندي احترامه شويه للدور. ولكن هو جماعي، ممكن جماعيا اوكرانيا فرقه تبقى تمتعك شويه، ان هم بيلعبوا لعب مفتوح وصراع وكده، ولكن السويد لا تكتيكيا ممكن تبقى اقوى شويه اتقل سنه.